خليني اقول كمان على الذكريات، نتكلم عن الذكريات. يمكن انا دايما بحب اخش في الحته دي، ليه؟ اكيد كان في مدربين ليهم يعني بصمه في حياتك ما تنساهمش، تقول ان يعني تقعد لما تقعد بينك وبين نفسك حتى وانت بتتفرج على تقرير تقول والله الله يرحمه ربنا يديله الصحه. مين المدربين اللي بيجوا في دماغك اول ما تفتكر الذكريات؟ هو طبعا ما تنساش اول واحد كان ليه الفضل عليا طبعا كابتن حمدي رفاعي، ده اللي علمني كره اليد. وانا فاكر ان ساعتها كنت رايح بمضرب تنس طاوله في ايدي، يعني كنت بلعب تنس طاوله في النادي الاهلي برضه. فروحت فكلمت قلت له يا كابتن حمدي انا عايز كان عندي كام سنه يا كابتن؟ ساعتها كان عندي 9 سنين. لسه صغير ما شاء الله. قلت له عايز العب، يعني عايز العب هاندبول. فقال لي طب انت لعبت قبل كده؟ قلت له لا. قال لي طب تعالى شوط على الحيط. فابتديت خدت الكره، قال لي لا ده خلي بابا يجي بكره. قلت له حاضر كده على طول. كان في كشافين. العين حلوه. وانت حبيت اللعبه؟ ما يعني احنا كنا كلنا 12 لعيب بس كان وقتها، تخيل في السبعينات. بس وقتها كان منتخب مصر بدا، يعني دكتور حسن مصطفى كان اول من عمل الطفره. كان بدات الطفره ولا انت كنت بتحبها بس ما شفتها؟ لا لا كانت لسه ما فيش يعني طفرة. هو يعني كنت مثلا كنت بقعد اتفرج على كابتن مصطفى بوسي بكلمك في 73. ايوه لسه في الاول. فكابتن مسعد عباس قاعد بينط بالحبل الله يرحمه. محسن نور، لا كانت اسامي كبيره بس ما كانش لسه في جهاز. يعني يمكن ناس كتير ما تعرفش الاسامي ديت، يعني في ناس منهم الناس ما تعرفهم. فانا حبيت اللعبه، يعني اللعبه شدتني. فمش عايز اقول لك ان انا بعديها بفتره كان دكتور الفيه طلب مني ان انا اروح العب كوره فعلا، وقلح عليا يعني في الفتره دي. كان عندك كم سنه؟ كان عندي 14 سنه بعديها باربع سنين. والجسم أنا بالظبط. بس انا كنت ابتديت حبيت اللعبه وحبيت المجموعه اللي انا معاها. ما رحتش كوره ليه؟ لا مع الاسف. لا لا طبعا انا حبيت الهاندبول واستمريت فيها وعشقتها. يعني انا مش عايز اقول لك ان انا كان في وقت من الاوقات انا كنت بقعد اخترع لعبات العاب بساط وبتاع، يعني حتى لدرجه ان كان مثلا كان كابتن عبد العزيز توفيق الله يرحمه كان يقعد يقول لي يا عم ايه الحاوي، انت حاوي معانا. انا كنت بحب كده، بحب ابدع في اللعبه، يعني احب كنت اقعد اتفرج على البرامج بتاعت حتى التعليميه بتاعت الهاندبول اتنفس وارجع من المدرسه الساعه 1 بسرعه عشان الحق البرنامج. كان هو كان بيجي كل يوم حد بس. طب دي رساله للجيل الصغير، فاقعد اتفرج عليه. دي رساله لازم اللي بيتفرج. لا ده دي حقيقه. ما هو انت اللعيب لو اللعيب ما اشتغلش على نفسه مش يعني هيوصل لمرحله معينه وهيقف. صح. فانا كنت عارف امكانياتي ايه. طب مسك العيال كان مين؟ يعني اكيد وانت بتلعب. والله انا كنت شايف كل الناس، يعني انا كنت احب جدا محمد الف طبعا، لان يعني محمد الف كان لعيب جوكر. كان يلعب وينج ليفت طبعا وحاجه. لا يعني ده دي حقيقه، يعني من الناس اللي اتعلمت منها كتير. وكل واحد بقى تاني من المجموعه بالظبط بتشوف ايه احسن حاجه عند اللعيب دوت وتحاول تاخدها. اول مشاركه ليك مع منتخب مصر كانت امتى يا كابتن ياسر؟ يعني ابتديت مع منتخب مصر 81 ناشئين ولا كبار؟ ناشئين. تحت كام؟ تفتكر؟ اللي هو الناشئين. لا كنا لسه صغيرين، كنا رايحين اسبوع الصداقه الالماني مصر الالماني. كان تحت 16 تقريبا 16 17 سنه يعني في السن ده. لكن بطوله العالم الناشئين كان 18 سنه 83 كانت في ايطاليا. خدت كام؟ لا كنا لسه ساعتها لسه. وخلي بالك انت فتره التمرين أيوة كلها احنا فاهم. هي طفرتنا اواخر الثمانينات بالظبط. بس انا بقول ليه الكلام ده؟ انا خدت رقم 20 على العالم في الكاس. تعرف ان كره اليد جت من بعيد. كره اليد مش من اول يوم، مش من لا لا دي حقيقه. يعني لا احنا بهدلنا كتير بصراحه. يعني انتوا جايين من بعيد. كره اليد والاس كره اليد جايين من بعيد. طب انتوا بدات دي اول بطوله عالم. طيب اول مشاركه ليك مع منتخب الكبير؟ احنا بدانا مع المنتخب الكبير 83 بعد بطوله افريقيا اللي هي كان فيها الجيل بتاع محمد الالف ومصطفى الاحمر وسعد سمكه والمجموعه دي. الاحمر ولد احمد وحسين لبيب ولد الاحمر. بعد البطوله ديت ابتدينا ننضم الجيل بتاعنا اللي هو 84 سوري 64 و66 و68 اللي هو حسام غريب وايمن صلاح. ابتدينا يخش مجموعات من ديت. طيب واول بطوله مع 61 برضه المجموعه بتاعت كان حسام هارون وخدوا مجموعه من الكبار مع مجموعه من الصغيرين وابتدوا يكونوا منتخب. اول بطوله ظهر فيها منتخب مصر 89 مع كابتن جمال شمس بطوله في الجزائر. في الجزائر اول دي كانت الجزائر ساعتها واقفه على رجليها جامد. كانت الجزائر المجموعه دي صور بتهيألي يا كابتن دي صور دي للفتره دي ولا لا؟ لا يعني ما اعتقدش ان في صور. كان بس كان تدمن كان ابتدى تدمن حسام غريب هنا يا كان ابتدى تدمن يبقى موجود معانا. لان هو تدمن في 89 هو جه متفرج على المنتخب. ده المدير الفني كان ساعتها 89 كان تدمن كان كابتن جمال شمس
تلما نستلم منه بعد ما رجعنا من طب أفريقيا. احنا خدنا افريقيا خدنا تاني فيها خدنا تاني فيها تاني في افريقيا واول مره انت بتلعب نهائي مع الجزائر وانت ليدنج عن الجزائر طول المباراه خسرت هدف في الاخر هدف طب حلو جدا ورجعنا هنا بقى 90-91 خلاص بقى يعني ركبنا بقى. طب الصوره دي فين يا كابتن ادي واحده فيه لا رجعها لي تاني الصوره دي كانت 90 في بطوله ابو ظبي الدوليه وكسبناها البطوله ديت دي كانت وديه تمام يمكن دي كانت جمهور كتير وحاضر دي فعلا كان ساعتها كان الهاندبول مختلف طب ودي يا كابتن انا شايف طبعا دي كانت في افريقيا العطار وشايف كابتن حسام غريب انا شايف طبعا الاسامي وايمن صلاح دي كانت في افريقيا 95 زيمبابوي دي كانت كام كابتن معلش 95 بطوله العاب الافريقيه طب ودي مع النادي الاهلي دي مع النادي الاهلي كابتن جابر وكابتن خالد طب قول لي يا كابتن طب ودي دي كاس دي مع دي نفس البطوله بتاعه ابو ظبي الدوليه لما خدناها كان معانا ساعتها كان ثروت شمس كان موجود معانا طب ودي يا كابتن دي 96 كنا في شتوتغارت في المانيا سباق لا لا دي كانت اعداد لبطوله افريقيا اللي كانت في تونس والبطوله ديت احنا كنا يعني مش عايز اقول لك كان استضافه من الانديه ديت وكانت اول مره المجموعه ديت يعني طبعا دي لو بصيت على المجموعه هتلاقي سامح عبد الوارث واشرف عواض وصابر حسين كانت المجموعه يعني من ده الجيل انا بعتبره الجيل الذهبي بتاع الاهلي يعني صحيح يعني من وجهه نظري انا الشخصيه عشان كان كمان الصوره طب ودي يا كابتن دي بطوله افريقيا هنا 90-91 دي 90-91 دي البطوله اللي احنا خدنا بقى دي بدايه لما خدنا بعد ما خدنا الجزائر 89 جينا 91 كسبنا هنا ودي كان نهائي الجزائر كان نهائي الجزائر دي انا شايف برده كابتن حسام غريب كل هي نفس المجموعه دي بقى اللي كان منها بس كنتوا استويتوا بقى وخدتوا خبرات بالظبط ابتدينا بقى دي في الاعتزال طب ودي يا كابتن دي في مباراه اعتزالي طب مين اللي قصادك الناحيه الثانيه يا كابتن عمر شوقي كان حارس مرمى النادي الاهلي حارس مرمى النادي الاهلي طب ودي فين برده دي يا كابتن دي في نفس دي في توت افريقيا برده 93 في كان كوت ديفوار كانت بطوله افريقيا كل سنتين 89-93 طب ودي يا كابتن دي بقى سفرية دي ولا دي بطولة افريقيا 85 في انجولا دي قبل بقى المعمعة قبل المعمعة كنا لسه بنبني بالظبط يعني هتلاقي كابتن عصام بركات ودي كانت مع النادي الاهلي ودي صورة مع ماتش نيجيريا دي برضه في هنهوت في مصر 91 في صالة واحد ودي مع مندمة ده فرقة نيجيريا انا شايف نيجيريا دي كان بطولة افريقيا في صالة نادي الزمالك دي في صالة متعوبة ودي برضو دي برضو نفس بطولة افريقيا بص الجمهور ورا من يومها كرة يد جمعت الناس كلها من يومها بصراحة هناك تايم جميلة دي في صالة الامير دي في الاعتزال برضو دي في الاعتزال اعتزلت كم سنة يا كابتن؟ انا اعتزلت 34 دي مع كابتن الالفي؟ كابتن الالفي وكابتن عبد العاطف انا بيقولوا لي كابتن الالفي انا ما عرفتش كابتن الالفي لا الالفي وعبد الرحمن كنا في رومانيا بس كان مع كابتن طلعت بس كابتن طبعا طول عمري لا بص ما شاء الله يعني ما شاء الله سينمائي لا والله بجد يعني شان يعني يا بجد يعني ودي كانت برضو فين دي بتهيألي دي كانت دي في تونس اعتقد في صالة تونس يا تونس يا الاردن على ما اتذكر دي بقى دي مع مع فولارا اعتقد دي كانت في ايطاليا كانت دي كانت في ايطاليا كنا بنلعب بطوله بتاعه تيرامو قبل كاس العالم او بعديها رجعنا لعبنا بطوله افريقيا دي في ايطاليا ذكريات ودي بقى فين؟ دي في المجر كان مع بس مش عارف الكوبري اللي فات الكوبري اللي وراكوا ده افتكرت تركيا خليج البسفور دي كانت في المجر بس دي في المجر وكان معانا كما ساعتها الكابتن سمير عبد الدايم ودي اخر صوره بقى طب دي فاكر فين يا كابتن؟ دي كان برضو في ال دوله افريقيه ورا في سمر كده او حاجه في صحاب بشر ممكن تكون ساعه البطوله ديت المجموعه ديت بص حتى بطوله افريقيه كانت بطوله افريقيه طب خلينا نتكلم يا كابتن عن 91 بدات 90 بدات رحله كره اليد اللي ما زالت مستمره حتى الان فعلا واللي توارثتها اجيال احنا بنتكلم في 10 30 سنه 30 سنه بالظبط 90 واحنا 21 31 سنه ايه السر يا كابتن في اليد ان جيل بيسلم جيل وماشيين على نظام واحد وسيستم واحد والاتحاد اللي بيجي مهما كان كل حته فيها خلافات ولكن بيبقى فيه الدنيا بتبقى ماشيه بس خلينا نسمع رد حضرتك بس خلينا نطلع الفاصل اعزائي المشاهدين نطلع الفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن ياسر لبيب عندنا كلام كتير جدا عن كرة اليد ولكن بعد الفاصل